السلام عليكم ومرحبا بكم في مطبخ مريم العالمي. نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير ان شاء الله يا ربي. اليوم غادي نقدم لكم واحد الحريره مغربيه على حقه وطريقه، كتجي رائعه وزوينه ونتمنى انكم تجربوها وتبعوا معايا المراحل. ودابا غندوزو المقادير. كنحتاجو لهاد الحريره هادي، كنحتاجو ليها العدس هكا. انا طبتو ليله كامله في الماء باش الا كامله طبته في الماء باش ما يتحش لينا هكا. في باش كنا كنطيبو هنايا نحمص مزيان واحد الثانية نفسخ هكذا. اللي بغا يديرو قشورة يديرو، يعني على حسابكم نتوما شنو كتبغيو. انا فسختو هنايا، عندي هنايا نص زلافة ديال الكرافس، قزبر رومي بلوز غير شي زلافة هكا. وندير النص دابا والنص حتى لاخر ان شاء الله. معلقة ديال مطيشة الحك مدوباها، شوفوا هنايا عندنا السمن، قرفة، بصلة محكوكة، البزار، الملح، وهنايا التخميرة، هنايا سبعة حتى لتمنية ديال المطيشات هكا طحنتهم في الطحانة هكا ديال اليد ولا فيما كتتاحو، يعني يمكن لكم تطحنو. هنايا غادي نجي طنجرة الضغط أو كوكوط، ندير هنايا طنجرة فيها الحمص، مادس، كرافس، إن شاء الله رانا ناجحة 100% الحريرة وتجي زوينة. شفت الدكة تجي لذيذة. هنايا غادي ندير النص فقط، النص غادي نخليه حتى الاخر ان شاء الله. مطيشة الحك غير معلقة كبيرة، حتى الاخر غنديرو معلقة كبيرة واحدة اخرى. انتوما غتشوفو معايا كلشي ان شاء الله. مطيشة محكوكة، قرفة غير راس ديال المعلقة ديال القرفة، كتجيبها لذيذة واحد اللذة زوينة القرفة هادي. شي البزار هاكدا على حسابكم نتوما، واش كتكون شوية حارة ولا غير شوية هاكا. هنايا التحميرة أنا ما كنديرش فيها الخرقوم، لأن ما كيعجبنيش فيها الخرقوم صراحة. هادي يعني الحريرة ديالي المعتادة اللي كندير. هنا شويه ديال التمارة، الملحة بطبيعة الحال حسب الذوق. اللي بغا طعم هاد المن يمكن له يديرها، ماشي مشكل. السمن، هاد المعلقة صغيرة ديال السمن، هادشي لي كاين. هادشي هنا كنخلطو مزيان هادي كاملة، مطيشة خطوها من الأحسن تكون حمراء باش تكون هاد الحريرة زوينة. عندي واحد نص ليطرو ديال الماء فقط، صافي راه ديجا فيها الماء مطيشة. صافي هكا، انا هنايا غادي نسد عليها واحد نص ساعة. نص ساعة ان شاء الله هي تبدا تصفر الصفارة، نسد عليها نص ساعة ان شاء الله ونرجع لكم مع التتمة ديال هاد الحريرة هادي.
ما كتشوفوا بعد ما طابت لينا الحريره ديالنا حمص طاب، يعني ولاد ستا هو طاب، كلشي طاب كيف كتشوفوا. انا غادي نزيد هنايا، درت واحد خلطتهم بالفوي، واحد كاس ديال العنبه ديال الطحين وكاس ونص ديال الماء، خلطتهم هكا بالفوي بحال هكا، خلطتهم صافي. وغادي ندور به الحريره هكا، نأكدو على تدوار بحال هكا باش ما تكورش لينا نهائيا. هكا نحركو نحركو مزيان وما تحرك بحال هكا. تشوفو ما تصور عكينا ولا حتى حاجة، تسناو عليها حتى حتى تغلى مزيان. بعد ما تغلى هنا نوريكم، هنايا راه درتها في الطنجرة، بغيتو تخليوها في كوكو تخليوها، بغيتو ديروها في الطنجرة ولا بالمهم اللي بغيتو نتوما يمكنكم ديرو فيها. انا درتها هكا طنجرة. هنايا راه خديت واحد الحفينة هكا ديال متوسطة، شارية متوسطة بحال هكا، واحد الحفينة بحال هكا ولا ربع المعالق ولا خمسة المعالق، المهم حساب نتوما شنو بغيتو، شحال ديال الشارية بغيتو صافي. بعد ما غتغلى لينا هي كيف كتشتو بلاش كتغلى، بعد ما غادي تغلى غادي نزيدو هاد الربيع هذا. اللي كنا خلينا قبيله خلينا جواء رمضانية يوما صافي. بعد ما غتغلى لينا غير تحيد لينا هاد الكشكوشه هادي، تغلى مزيان مزيان مزيان، غير تحيد لينا هاد الكشكوشه هادي ديال الطحين صافي، ونزيدو عليها الشعريه. تسنى واحد الا ما طيب الشعريه شويه، نبقاو نحركو على ما طيب الشعريه باش ما تلصقش لينا صافي، وندفعو عليها وكتكون الحريره ديالنا واجده، ونتلاقاو مع الشكل النهائي ان شاء الله يا ربي. شوفوا هذا هو الشكل النهائي ديال الحريره ديالتنا، كتجي على هاد الشكل هذا كيف كتشوفوا. نسيت ما قلت لكم، الا بغيتو ديروا فيها هكا قطعات ديال اللحم هكا ولا لطومه هكا ديال اللحم، ولا يمكن لكم انه ديروا فيها. انا قلت لكم كنت قلت لكم غادي نزيد مطيشه الحكاكا، وانا ما ستهاش، يعني بانت ليا هذيك ما طريت اني من المهم ما ستهاش كيف كتشوفوا، وكتقدم مع تمارات بحال هكا. هذا هو الشكل النهائي ديال هاد الحريره هادي. الى عجبكم لا فيديو ديال اليوم ما تنساوش ديروا لايك وتشتركوا في القناه وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد. الى اللقاء مع وصفه قادمه ان شاء الله.